أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: باب هذا متكاني باب باب. قال تعالى: إلهي وحيري إن الذين كوي يشترون يبسن بعهد الله بلنك إلهي يا وأيمانهم داريالكو ذي ثمنا لعكو يبسني لعك تاسو قليلا ير أو بعض الكود عارنا يجو الدنيا دافسنا يا مجيء إلهي معنا وحوي ثمنا قليلا وحيلهي وعبر وحوي الدنيا دورنا هدي لغسية بالنسبة إلى الآخرة وثمن قليل مهما بلغت الدنيا هركي دانتو الدنيا لغسية هجرتو بالنسبة إلى الآخرة وثمن قليل أولئك كواس دارتو دي يعني كو إبسدي يمقعي إلهي العقل يا الدنيا كو إبسدي لا خلاق وح نصيب اللهم يقو مسقنان في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم عذاب حنون بضنوا إليهم أليم. قال البخاري رحمه الله تعالى: مؤلم أي كفسري أليم مؤلم موجع حنونجية هو أريغا أليم من الألم أي الله كهن من الألم مشتق من الألم أي الله صور دنبشي حنون وهو أريغا أليم في موضع مفعل مفعل بوسكيسي وهذا في موضع حلجدة في وزن في موضع مفعل في وزن مفعل ميزان كمفعل أيو كسعودا يعني موجعا لا يهيو أليم ماهن مؤلم ده مؤلم ده وهو أريغا مؤلم في موضع مفعل مفعل وزن كيسي أيو أهال. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال هو البصري قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله ليشكري عن الأعمشي عن أبي وائل الكوفي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: وحور بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف قفك دارت يمين الصبر دار صبر أه محوك صبري على الباطل باطل كاس أيو كؤت كيسنه دارتاس أكو صبري وكؤت كيسنه باطل كي قفك دارته ليقتدي عسيو أغوستو بها بتلك اليمين دارتاس باطل كامال امرئ قف هنتديسي إنو كغوستو قف كاسو مسلم مسلم أه لقي الله إلهي لكلما والحال هو إلهي عليه شخص غضبان إلهي وعريسنه فأنزل الله إلهي وحسود جي تصديق ذلك المذكور حديث قال سوشا غير رومينتي سيلهي وحسود جي إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم إلى آخر الآية. قال وحير أبو وائل: فدخل الأشعث بن قيس أيا سوق علي وقال مركز وحير أشعث بن قيس: ما يحدثكم حيودين شيخة يا أبو عبد الرحمن وعبد الله المسعود ولا جهده عبد الله المسعود حديثك ودين شيخة محوية قلنا وحن كذا وكذا ساس النوشيك. قال مركز وحير أشعث بن قيس: في أنيقا أيا أنزلت آيات اللي يسودكي آيات حكتي ذا أنا بأقور رون وير عبد الله المسعود لأنه أنيقا يسودك توير آيات كانت اللي أنيقا وحياها توير بير عيل في أرض ابن عم إن أدير دول كيس أيا عيل يسودنا إن أدير كاسو اللي أنيقا يسودنا دول إن أدير كي يوري هاي أيا عيل يوير. قال النبي نبي صلى الله وسلم بارك عليه وحير: بينتك أو يمينه الشأن شأنك بينتك وعدين تادي مرقاتي تادي لكالي أو يمينه أما يمين المدعي أما إن كان حقك وشيغانا دارتي سيو أما ذي يعني إن لا داري مدعى عليه أو يمينه أما مدعى عليه وحلو شيغانا دارتي سيو هذيك أنا مرقاتي لكالي عيلك وحلسكو يستع عيلك. فقلت مركزا وحي رسولك إلهي إذن وقتك يحلفه وإسكر دارنه إن كان مدعيك وحشيغانا يا رسول الله رسولك إلهي وإسكت داراً. فقال النبي ما يمدى عليه إذا وقتك يحلفه مدى عليه وإسكت داراً رسولك إلهي فدل داريه. فقال النبي نبي صلى الله عليه وسلم: وحير من حلف قفك دارت على يمين الصبر دار صبر على الباطل باطل وكو الصبر يقفك كو دارت يقتدع بها حال دارت اسماء امرئ مسلم قف مسلم هنتديسي وكو قوصني والحال هو شخص ياسن فيها في تلك اليمين دارت دحدد فاجر أي كاذب
وكوفا جروبي وكوب بن شيغا لوليجيدا لقي الله إلهي ولكل ما والحال هو إلهي عليه الشخص قد بانو وعريسين يهي مركز سبب نزول كذا أنا قابها هيو أنا قابها ينكا عيلك إسكو قبصني أي آيات الشأن يدوبا أي كسو الدكتي وكشاكين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي هو ابن أبي هاشم البغدادي سمع هشيما وحوم أغلي علي هشيم وهشيم بن بشير الواسد صاحب التدليس قال أخبرنا العوام بن حوشب هو الكوفي عن إبراهيم بن عبد الرحمن الكوفي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أي أقام وحوسو استاجيه سلعة بديع في السوق سوق نحديسو بديع سو استاجيه بديع كان لرجل السوق فحلف فيها بديع أي كل أرتين لقد حقيق أعدى بها إنه بديع سوسيي ما شيء كسوسيي أي كل أرت شيء سو لم يعدي شخصي حالف كاهر دارنا يهي شيغا اوسن سوسين بدي عدو وح اوسن بدي عدو ايسن اغفدين ايور والله انتاس اغفدسا سو مركا نينكا مشتريغا هنتي بدن اغاقات هنتي بدن مشتريغا سو اغاقات اسا اغو دارتي ليوقع فيها بدي عدو سو اغو ريدو رجولا نين اغو داغو اغو ريدو نينكا سو من المسلمين المسلمين تي كمدا فنزلت هذه الآية يا سو دكتي ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي نصر بن علي بن نصر هو الجهضمي البصري قال حدثنا عبد الله بن داود الكوفي عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن ابن مليكة عبد الله بن أبي مليكة المكي وقاضي ابن الزبير في حكومته أن امرأتين لبهويني أيا كانتا وحيا هايين تخرجان إني وحتولين درين إيو هان إيو حبي أنتولين في بيت قري دحديسي كتولين وفي الحجرة قل لحدي سنوحة هذه حداث مبتديه اللقاحة فيه وفي الحجرة قل نوحة كل حجرة حداث ضد شاكي سنوي قلوا يا كجران قل كميدنا ضد شاكي سنوي فخرجت إحداهما اللبدي إسلام هذا وحتولنا يمدود أي أصاب بحدي وقد حال أنفذ للدسيي بإشفى مضع في كفها على عشي دي على عشي لو دي ناقو حسلته لنا يميت كميدو على عشي دي مضع لقى الدسي أيها الصواب بحدي فالدعد ويشيغتي على الأخرى تيكا ليدعوكو شيغتي وحيتر إسلامتنا يقوم مدي مضعا إسلامتنا يقوم مدي فرفع أي رفع أمرها إسلامت أرن كيدي وحالوك ريالي إلى ابن عباس إيا الله شيغ فقال ابن عباس وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعد الناس ودتك هدي الله سين لها بدعواهم شيغشد ودهدي الله سيغشين لها لذهب دماء قوم من قوم ديغيالكو دا اسكتغي لها واموالهم قوم حولوه دا اسكتغي لها ودادك حولوه دا ضيع من هاي ديغو قفل بوحو الشاكتو دي لاسكسين لها نكا لا انتا سو كونو دولار كولا هاي اسكسي نكا سا ماركتا هاي آبهي ديلي هاي اسنها اللي ديلي هاي دي لاسكتغي لها واح ديغ بدنا ضيع من لها حولب بدنا يهنتي بدنا وضيع من لها وغروا عليها دشه اذا كو اقري ويري ابن عباس ايه دن كو اقري ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم الى اخر الايه فذكروها مركاسي حسوسيا غبدي يعني وح شيغنيسي يعني مدع عليه دي وح لو شيغني ايه دي حسوسيا وايه دا اسكجر ايه دا اسكجر ايه دا سوكايستالي فاعترفت مركاسي قراتي روى رنتي انا مدع كدوسيه مدع عليها كده يقول مدع عليه ده واحد لوش يجينا جاي مدع عليه ما دام يتعارض إيه ده اللي جرب مركب واحد بين هدات كل عارض أيدنا كويس تسكجر فاعترفت مرك ويقرته أرهني تر مدع عليها كده سيئو فقال ابن عباس عبد الله بن عباس وحيري قال النبي نبي صلى الله عليه وسلم وحيري اليمين على المدع عليه يمين تسلو ويا لنا هدات دار كل عارن لهيدنا أهل النار نقلنا بين هدات كل عارن لهيد أهل النار نقلنا لهيد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله تعالى هذا متكن باب قوله تعالى قولك إلهي أي أبابها إلهي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قال تعالى إلهي وحويري قل وحاتر نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب أهل الكتاب كيو تعالوا كالي إلى كلمة هل كلمة أكالي كلمة سواء سمن بيننا وبينكم دحدنا يا دحدنا هل كلمة كل سمن هاي حقه وكالي كلمة اسمه حيتها ألا نعبد إنا نعبد إلا الله إله ما هن روح كلا نعبد
ولا نشرك به شيئا إلهنا وحبا أن لو ذاجن ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قاركين قارك كالا وسن ربي على كسميسا كلمة داس نقدح حيسو حقا أن اسكوا وافقنا ساسكوا نهالي أهل الكتاب كيهودي يا نصارى سواء قصدا سواء مودين لي ساسا فعنا لي لا لفظي آيات سواء وأنا سواء وإدو سواء سواء نسوين كسا صح سواء قال البخاري قصدا عدالة كلمة عدالة هو النور دحيس وكالي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني إبراهيم بن موسى هو إبراهيم الصغير الذي قال في حقه الإمام أحمد لا تقول الصغير بل هو كبير في العلم والتقوى والورع والزهد عن هشام معمر كد لشنيناه وهشام بن يوسف القاضي قال لي سنعانقها عن معمر معمر بن راشد البصري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام السنعاني قال أخبرنا معمر عن الزهري قال الزهري وحول أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والمسعودية قال وحول عبيد الله حدثني ابن عباس قال ابن عباس حدثني أبو سفيان أي حديث أخري وحول حديث أخري من فيه أفكيس إلى فيه إلى أفكي بمعنى مشافه توصا هذا الحديث يقول شيء أفكيس إلى فيه إلى أفكي أي حديث يقول شيء قال مركز وحيري أبو سفيان إن دلقت واتقي في المدة المدة الدحلي دي أيان تقي الله المدة سو كانت مدده بيني أنا قد الدحلي ده وسوح مثلا يدنا على قريش تقالوا مثلا أبو سفيان إيه وبين رسول الله رسولك على الدحلي ساهاتي صلى الله عليه وسلم مدده الصلح قا مدده الصلح ولا سعس عنكري ولا سدح مريي مدده سان سو تقول قال أبو سفيان وحيري فبين وقت أنا نقول بالشام الشام أنكو سوغن هاي إذا وقت قاس جي أوحى للي يمد بكتاب كتاب لصوقري كتاب كاسو من النبي نبي حق كسو على صلى الله وسلم وبارك عليه إله هرقلنا وهذه أو هرقلة الصعدة بقر كاس بقر كنا صارد أتلنا يحل كاسو قال مركاسو وحير أبو سفيان وكان دحية الكلب سحابك اللي يروحها جاء به بهذا الكتاب كتاب كان النبي صلى الله عليه وسلم ننك ودي دحية الكلب يوها فدفعه دحية الكلب كتاب كحودي بإلى عديم البصرة قال هذا البصرة اللي يرانك حكومة يقوينا wa gubernatore amal u yahay oo ninka Hiraqla u magacaawday meesha Hiraqla hoos tagay isagu Cadiim Busro fadafahu kitabki Cadiim Busrana wuxuu u sii dhiibay ila Hiraqla madaxweynihi u sii dhiibay qaal Abu Sufyan wuxuu rifaqala Hiraqla wuxuu yiri hal haahuna halkan ahadun ahad ma ahaday ahad kaaso min qoomi hada rajuli ninkan qoladiisa kamida alladi ninkaso yasuu sheeganaya annahu ninku nabiyyu nabiyyu inuu yahay sallallahu alayhi wa sallam ninka nabinimada sheeganaya qof ay isku qabiil yihiin oo isku dhaw yihiin halkan ma ku sugan yahay ayuu yiri madaxweynaha Hiraqla faqaal wuxuu yiri nacam qaal Abu Sufyan wuxuu fadhiyay aniga la ii yeeray fi nafarin ma'an nafarin jamaa'amigooda xalana jamaa'adaas oo min quraysh kamida fadhaxna ala Hiraqla soo galnay fa wajlisna waana la farisiyay beenayday hortiisana la farisiyay faqaal markaas madaxweynuhu wuxuu yiri ayyukum kiina aqrabu dhawaan badan nasaban minna saban xaga abtirsiga min hada kan ya u dhawaan sha badan kaas oo arajul ninka alladi ninkaas uu ismu sheeganay annahu nabi inuu yahay ya idin kugu dhaw xaga nasabka faqaal Abu Sufyan فقال أبو سفيان وحير فقلت حير أنا أقوله فأجلسوني أنا إفريسيين بين يديه هرقل هرتيس إفريسيين وأجلس أصحابي خلفي أصحابتي ذي لسعتنا قداش يدي فريسيين سل الله هدو بين وقش يقول النبي صلى الله عليه وسلم كوا قداش يسفرية يراهم فرت الرحام ما يكلم الناس بين وقش يقول سيء يراهم ثم مركب بعد دعا وحير ملحونه بترجمانه أفعليه سيء يرى نك أفعليها ترجمي كي يرى فقال مركز وحويري نك هرقل قل لهم كله كون قداش نك أصحابته يعني أبو سفيان قداش يسفر فدي كله إني سائل هذا نك وحن ويدينا عن هذا كان وحكي سؤالي كاسو الرجل نك الذي نك سيزعم الشجرة أنه نك النبي إنه فإن كذبني هذو بين إيش أقول فكذبوه بينية بنتي سلاح قال أبو سفيان وحويري من الله لا يدارتي ساق سمية هاتي لولا أن يؤثر علي كركي الكذب بين دشي الجس وجورنا يوم أهاتينه oo been la in isbayna iyo leeyahay been uu sheegay ma ahaateen la kadabtu waa been sheegaha dadkaas oo ka cabsanaa nin weynana hayo nin weyn oo hada been sheegay oo been loo nisbeeyo loo aaneeyay taasan xooga ka xishoonay ma hane wala beena nabiga ka sheegi laha sallallahu alayhi wa sallam thumma qala li tarjumanihi wuxuu ku yiri Hiraqla salhu waydi Abu Sufyan kayfa hasabahu nabiga sallallahu alayhi wa sallam nasabkiisu seeyahay fiikum dhixdina seen nasabkiisu yahay qala wuxuu Abu Sufyan qultu huwa fiina du hasabin هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا دحدا حاله كسوغين دو حسب ابترسي وناكسن مد صاحبه
نصب وناكسن وكسو جيدا نبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري هرقل فهل كان من آبائه أبياشي سمى كمد هذي نبي صلى الله عليه وسلم مليكو نم بقرة وبقرته يسو مري قال أبو سفيان قلت لا قال مركز وحوري أبو هرقل فهل كنتم مهاجرتين تتهمونه إنات كتب ميسان جرتين بالكذب بان قبل أن يقول ما هذا الانتو سندهن كهر هذا الكاسو قال ويري رسولك صلى الله عليه وسلم قلت وحوري لا مايا وليس بانه مشيق قال مركز وحوري بقركي أي يتبعهم وحا راعا أشراف الناس دادك كودا شرفت لأم ضعفاؤهم سادتك اسكم ساكنت فقراء الراعة قال مركز وحوري أبو سفيان قلت وحوري بل ضعفاؤهم ضعف الراعة قال مركز وحوري أبو سفيان يزيدون أم ينقصون مسيزي أدان دادك الراعة مسواسين نسخاما قال مركز وحوري أبو سفيان قلت لا بل يزيدون مسيزي أدان قال مركز وحوري هرغلة هل يرتد أحد أحد من لابت أحد كاسو منهم أيها كم إذا دادك أتباع دي راعي عن دينه الدين تسقفك الله بتاع مجرى بعد أن يدخل فيه في الدين دين كمركو قريك بعد صخدة لأجل صخدة عرقه له الدين كهو عريسين يهدرته ضد قدال قدال أصول الله بتاع مجرى قال مركز أبو سفيان محلو قلت لا ما ضد كواب سيجع لادان إيمانك النبي صلى الله عليه وسلم مركز قلان واب سيجع لادان وحلا بنا يعني ما أركن قال ما أحوي ريه رغلة فهل قاتلتم هذا كور ملاد قالنتين قال مركز أحوي ريه أبو سفيان قلت نعم قال مركز أحوي ريه مدحويني فكيف كان قتالكم دقالك نساء إياه إساق أدلت دقالنتين نبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال مركز أحوي ريه أبو سفيان قلت حيري تكون الحرب دقالك أحوى هذا دقالك بيننا دحدنا وبينه نبي أحوي صلى الله عليه وسلم سجالا كلتن كلتن ونغضا يسيو منا مروان أسيبا ودبات النقارسيا ونسيو منهم مرنا أن أسيبنا وكررين نبي صلى الله عليه وسلم قال مركز أحوي ريه أبو سفيان فهل يقدر مرنك را خيانة يدقر إيه وحمي قانا قال مركز أحوي ريه أبو سفيان قلت لا مايا دقر مايا وليغان دقر إيه خيانكم أنا نركل ونحن لكن أنقو منه رسولك حق صلى الله عليه وسلم في هذه المدة مدة أن دحدة لا ندري ما أوجن ما شيء هو رسولك صلى الله عليه وسلم صانع فيها مدة أن دحدة وح قصة ما يدونه ما أوجن هذا مدة الصلح يا اللي جرى مدة الله كلام مقنعة هي مدة الصلح وح ويلي دونه من نقان لكن هذا كهر كم أنا نركن حيالها سنقشتا قال مركز وح هرغلة مايا وحنا يا أبو سفيان أبو سفيان وح ويل والله ما أمكنني يمسور تجلين من كلمة 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 داس ويدخل فيها كلمة أن دح قشده شيء أن شيء شيء قاسو غير هذه مقالة أنا هين وإيسور تقل ويدوير ور إنان ماشي دح قشده تنح وقا فرصد النغطيو أن وح دح قشده قال مركاس وحويري أبو سفيان وحن الله هرق له قال هرق له وحويري فهل قال هذا القول هذا كان أحد أحد مجري أحد كاسو قبله رسول كهوري صلى الله عليه وسلم قف كهوري ومركا رسالة إيا نبي نمد الشيكت مجرى قلت وحير الله مي ومركا وحول جدا يعني عشيرة دي سيو عشيرة دي سيو ثم قال مركز وحكيري هرقل لترجمانه ترجمان كيس وحكيري قل له كد أبو سفيان إني سألتك وحن كويدي عن حسبه نصب كيسا كويدي نبي صلى الله عليه وسلم فيكم دحدنا حاله نصبك وهذا فزعمت وحد شيغتي أنه رسولك صلى الله عليه وسلم فيكم دحدنا حاله هذا ذو حسب إنه نصب من صاحبه وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها رسوله واسدا سو قوم كودو قوم كاس نصب يالكودا لغسو سارا قوم كودو نصب كفيعا يا رسول الله جسوا ساري جريء حديث كان مركب وح كعد نكن هرقل اللي يراه كتبته هرين وأدو الدراسية وحق بدن وكهيو أنبياء يا رسول شكو الرئي النبي صلى الله عليه وسلم محل الصفات كوشيء جيود نوارن الرسول شو كوشيء جيود هرقل وسألتك وحن كسألوا يري هل كان في آبائه آبياشي سماء هذا رسول صلى الله عليه وسلم مريك من بقرة فزعمت وحشيت أن لا وح بقرة إن يسمى كجرين فقلت مركزا وحير ونفتي ذكو يريور لو هرقل هذا هي لو كان من آبائه أبياشي سملك هذو أهان لها قلت وحنديه لأوى الرجل ننكا سو يضلوب الضلبان يملك آبائه أبياشي سبغرتو يدي سور هاتسن وسألتك وحن كسأل عن أتباعه ذاتك الرعسان أضعفاؤهم أما شرافهم وقلت وحاتي ربال ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل يوليقوا دهاجر ذاتك ضعفة آه وسألتك وحن كسؤالي هل كنتم مهاجرتين تتهمونه بالكذب بل إنات كتب ميستان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول ما هذا أنت صندين كور هذا الكاس وقال ورفز عمت وحشيقت أن لا فعرفت وحن قرت أنه شأنه لم يكن نبي معها صلى الله عليه وسلم ليدع الكذب بيان إنه وقتغيو على الناس ذاتك دوشو دينه بيان وقتغيو ثم يذهب وتغيو فيكذب وكبين شيغيو على الله إنه ذاتك بيانتي كلاح الشوضو إلهينا وكلاح الشوضو بيانتي سورة قلم وسألتك وحن كسؤال هل يرتد أحد أحد من الله أحد كاسو منهم أتباع كمد عن دينهم كلا بعد أن يدخل فيه دينك مركو دحق لك بعد سخطة لأجل سخطة عرو له الدينك وعريسين فزعمت أن لا وحد شيغت ميا وكذلك الإيمان إيمانك واسدا سدا خالد هدو إيمانك دحق لبشاشة القلوب
قلوبت النور كده هذو دحر قالوا سيدا سو كلو ولا جمس والله تو وسألت جو حنكون سؤال هل يزيدون أم ينقصون ما زيادة مثلا وانس قام فزعمت أنهم يزيدون وهذا شيء تاني زيادة وكذلك الإيمان حتى يتم إيمانك وأساسه إلى أكتام نقد زيادة كجرا وسألت جو حنكون سؤال هل قاتلتمهم الله دجالنتين هذا كور فزعمت وهذا شيء تاني أنكم قاتلتمون الله دجالنتين فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا دجالك إذن دحين كلتن إنه قنا يو ينالوا منكم حق وحجارسي وتنالون منه صحيح حق سنة مرة وحجارسي وكذلك الرسل والرسول شساسي ولي قد هاجر ان تبتلى والامتحانه رسول مرق قرار كان الابتلاياه دغالده لو امتحانه او لو قاد كذا مرق قرار ثم تكون لهم رسول على العاقبه عربت الدنب ايغي وهانه مرق الدنب غوشه او دمسي عربت الدنب وسالته وحن كسال هل يقدر وحما دكرا فزعمت وحا شيغت انه رسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر ان سو وحده وكذلك الرسل لا تقدر رسول واساس وحما دكرا وسالته وحن كسال هل قال احد احد ميري هذا كان كاسو القول هذا الكا أحد كاسو قبله نبي كهري صلى الله عليه وسلم فزعمت وحشكت ألا فقلت وحيري لو كان هدو أهان لها قال هذا كان إنو يركاسو القول قولك أحد كاسو قبله نبي كهري صلى الله عليه وسلم قلت وحن ديهلا والرجل ائتم كد ضيدي بقول هذا الإساقات ضيدي هذا الكاسو قيل قبله نكان هرتيس ليري هذا الله رأو ليري واسنا إسكت حراعي أيان ديهلا قال مركاسو حويري هرغلا ثم ما أبو سفيان قال أبو سفيان وحوري ثم قال هرقله وحوري بما يأمركم حويد فرا قال مركز وحوري أبو سفيان قلت حري أمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف وحونا أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إن تكنو زكاة إن بحنو قرابة إن حريرنو إن حاران تكدر سنو قال مركز وحوري هرقله إن يكو هدوية ما شيء شيء قاسو تقول فيه نبي قد حدث ساعات كشي يقيسو صلى الله عليه وسلم بارك عليه حقا هدوية فإنه النبي صلى الله عليه وسلم النبي نبي حقيقة رسول صلى الله عليه وسلم وقد كنت وحان أهان جري أعلم إن أغهي أنه رسول صلى الله عليه وسلم خارج إنه صوب حيو ولما كل لكن أنه ما هنا دونه إن أم لين أيه نبي صلى الله عليه وسلم منكم حق إنه كصوب حيو عرب هداتهن ما أنا نسلهن إيهر قريش ولو أني أنه أعلم هدان أغان لها أني أنه أخلص إليه إن أنقار يبع لا أحببت وحان جعلان لها لقاءه لكل مديس دان قار يهدان أغان لها إن الله كل مدي إن أدو جعلان لها ولو كنت عنده نبي أكتس صلى الله عليه وسلم هدانا هل لها لغسلت عن قدميه لبدي صلى الله عليه وسلم لها نبي صلى الله عليه وسلم بمعنى خادما أنقل لها ولقه سئية دعس كيس أخدمية أي أنقل لها نبي صلى الله عليه وسلم ولم أدلب ملكا عنده ملك إيا الرياسة إيا ما تحتنما كمن رات سدين نبي صلى الله عليه وسلم لأنه ملك تاسعب يقف لهم وإيقا قالسان بغرتوية الديوحة إيقا قالسان إن نبي أخدمية صلى الله عليه وسلم ساسو إلى جهدا لقه سان ميري لها نبي صلى الله عليه وسلم ولا يبلغن غاره او غاره ملكه نبي صلى الله عليه وسلم ملكه ما تحت قدمي لبديد غمدود هوستودا وها اه ملكي دولكا شامو كتليناي marka nasaradi shamu heystay dulka shamu marka katelinay adawana runo sidii noqotay nabi صلى الله عليه وسلم diintiisa waxay soo gaartay dulka sham ila atrafi sinay gaartay ila waxay gaartay dulkan oo dulkan la yiraaho Francisca yaani wqooyigiisa ila diintu way gaartay ila intaas diinta uu gaartay diinta islaamka ninkii xilligi uu yaani talada uu hayay ninkii la dhigi jiray maxamed ibn abi abdullah al-andalusi markuu talada hayay ila waxay gaartay januub faransi gaartay diinta koonfurta faransiiska ayay gaartay ninkaas bi qudratti ilaah nin dameeraha iska aha ninkan andalusi ila faransiiska diinta gaarsiinay dameer uu wadi jiray nin dameera dameer uu ku shaqeyn jiray dameer iska wadan jiray marka maalin maalmaha kamida isagoo niman kale magaalada ay ka qaraaban jireen oo dameerada ay ugu qaraaban jireen ayagoo meel geed hoosiisa ku sheekaysanay ayaa wuxuu yiri ninkani anigu waxaan tamanin lahaa oo jeclaan lahaa inaan dhulkan u taliyo Andalus inaan u taliyo ayaan jeclaan lahaa yiri dhulka Spain hadda loo yaqaan dhulkan inaan madaxweyne ka noqdo inaad u jeclaan lahaa waana gaari doonaa insha Allah arintaas waxaan jeclaan lahaa labadiina noo dameeraha ka shaqeysanayo iska xirfadanahay nin walba waxa sheegto waxaan siin lahaa ka soo qaaday inaan madaxweyne ahay nin walba dalabkiisa ha qorto hadda yani himadu waa ajeeb qofka duu Ilaahay tala saarto hamigiisana uu sareeyo ajeeb nin walba iska qorto mid marka wuxuu yiri war aan kaan nasanno naga daayo aan kaan nasanno propagandada iyo waxa aad wado naga daa laga nasto madaxa naga xanuujinno sagaams wax macquul ma dameerad wadaan xifadaas ku shaqeynay madaxweynaan ahay iga qortay inuu dalabkiisa mid ma wakhlo hadlayo raadi
مركز ور اسكا هادل وحد اكرت وحن اني حقيقة نقضاني وح اسكا قرو وايا هاي وحي رحبان كو قري ايقا قر هاداد وحي وري اندلس هادي مدحوين اتكن نقاتيك هادي قرتاه وري بقول كرباش كو قرو ورغد بقول كرباش يقول لف مقالة انا اسو وريجي وحاتراه توق ويا يا محلقة ايبسانينو قبلها يان لسينو ساس اي فضاحي انت اسان كارباه يعني وحو كرده واسيفو وينا عارنت وابا شبه المستحيل وري شبه المستحيل انت اسان اي قرر كيف كلا سبب ذوي حرور ليه واسك صورت قاله أنا يدل في قروير أنا واحد سينه بقول كن والعقد الدينار كود ذهب كأ أيان كهرباه بير و إنه أنت سو قريه يكاد لسنا تهينا ونقول شيء لأن كنا مستنا وان كهرباه أنت سو واسين بقول كن الدينار واحد سينه لا بد يبغى كقر كبعد وحي إلهي وقدر يهم يعني ماذا صار واسك عجيب لمنك يعني ماشي هيستي عباسيين مركا هيستي أياد دجالمي وحوين في كود دجالهم. بس أنت يقول دجال كيس سعداء. نين كان دمير كي مركو نمان كان كقربة. دمير كي واسكت لي جاي. وحيركو وحن كبي لابا بوليس إنهم قرتو. بوليس كو قرت. بوليس كو كسب بحاي تابر كي كسب بحاي. تابر كي زي لوانين مال ما كانوا يعني وحبة جيدة يو كرولينا يو شدالو وتأني كانوا همي وين الشدي. همي وين قاس الشدي. تابر كي كسب بحاي. تابر كي مركو كسب بحاي وحلاقت لي جاي. نين كبوليس كحكومة رم. حلاقت لي. نسي عنه. ninka booliska xukuma markii dawladda ay u magacaawday nimankii aad dagaalamay abbaasiintii dawladda abbaasiintii waxa la yiraahdaa anagu xukun hadaan ku heshiinayna ninka militaryga xukumay iyo ninka booliska xukumay aanu dhiibno magaalada wadanka dhan nimanka aanu dhiibno anaguna iska noqono niman boqortooyada magaca iska hayo ninkii loo dhiibay kabacdi labadoodii isku dhacay kii dambaraha aan jiray iyo kii yaani haystay militaryga ayaa isku dhacay dagaal isku qaadeen kii militaryga waajibi محمد بن أبي عبد الله الأندلسي أو بولسكي أصيغ اللوري ملتريجي يحس كدرس بولسكي لوضعه قانتي السوق كبعد يروح وهمية نمان كان إنه أف جنبيه وهمية عباسي أنتي مركز يروح يروح يهانتي الدولة ديت أي لا ده هاي أردن وين جورجي قال لك يا نو جورجي سأل لك قرار كلو صار ورقة كلو يروح يروح يختمي أو شان بدأ الدولة ده يكون تعامل جرتي الدولة ده خارج كيكون تعامل جو ودن كجوده السبب ختمي أردن جورجي قال لك يا نو يروح شان بدأ saxiixiyadii shaambadii heshiisadii dawladdu ku shoodan gurigiisa la keenay qaraar kale oo saddexaad soo saaray wuxuu yiri ninka boqorka wadanka ka ah qof aanan ogeyn lama kulmi karo qof aanan ogeyn soo marin ama wadanka gudihiisa ka yimaada ama dibadda ka yimaada lama kulmi karo waa nin ciidankii oo dhan gacanta ugu jira lama kulmi karo ninka waa iska fahmay wixii intaas uu awoodo dadka hantidii iyo waxyaalihii dokumentiga dawladdu gacanta u galay oo hadana nin isaga soo marin uusan madaxweynaha la kulmi karin waa is casiri وجي ذا وروش ماشي الساعات من كويس عسلي من مركو عسلي وضد كساس وقبت نري وضد كمركو سو قبتي هشيس ولا قال مركو هري دولدي هدرس كودانو هشيس ولا قال واحد قال إننا قادم مركاس وحي منكرات كي مجال دي لي ولد قال لمي وحي رقف كي واحد قانو ودنا يسوون واحد دقن أن مشارو قراها سو قال وير كل كان أندرس قف البو عالمة أما الدين هي قانو أما المادة هي قانو بمجرد وضد كي سو قال ومشاري dadka ahlul ilmi iyo dhana andalus ku soo aruray markaa ka bacdi markii yaani wadankii cilmigi iyo amnigiisi uu gacanta ku dhigay oo dagaal ku qaaday dulka liibiya uu xoreeyay liibiya uu qabtay koonfurta faraskiisu hadana qabtay uu la wareegay dulkii saas uga tiriyay yaani kama ahayn andalus kale inuu ka tirinayo liibiya uu qabtay faransiis koonfurtiisana asaga qabtay uu ka tirinayo markaa saas uu ahaa ninka marka ilaa islaamku intaas uu gaaray yaani ninkan kutubtii hore u aqriyay markuu leeyahay wala yablughanna milkuhu ma tahta qadamay قال مركز وحو يري ثم دعا ابو سفيان قال ابو سفيان وحو ثم دعا وحو يري بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابك رسولك يري صلى الله عليه وسلم هرقل فقراه كتابك واغري فدن فيه كتابك وحا كسغنا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم سلام النبي قلي على من دول دشود الله يلو دول كاسو يتبع الهدى هنون كراي اما بعد انت كبعد فان ادعوك وحن كوغو يري بدعايه الاسلام اسلام كدعوتي سان كوغو يري أسلم سو إسلام تسلم أدنبت قشيدة الدنيا آخر واد بالبادي وأسلم سو إسلام يؤتيك الله لا يحكم سنة أجرك أجرك آية مرتين إلا بقر فإن توليت هدات سيجي ستد عن الحق أتك سيجي ستد فإن عليك دش هذا وحا هذا إثم الأريسيين دادك بيرلي دا بيرلي دا دادك حكومة يمركاسي دادك بيرلي دا أتباع دا دنبقو دوران أدقا قاضي قل كل نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله
إلى قوله تعالى لقاروا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ مركو كفارق النقضي نكي هرقلا من قراءة الكتاب كتاب كآخرين تيسي ارتفعت الأصوات عددك ويكر نقضين عنده هرقلا أكتيسي والله بوقي وكثر اللغد بوقي نواف ربتي وأمر بنا أننا وانا الأمر فأخرجنا حفيس لسي أنا لك الساري. قال وحول أبو سفيان فقلت لأصحابي أصحابتي ذو حنكوري حين خرجنا مركان بحنا وحنكوري لقد أمر وحا وينادي أمر ابن أبي كبشة إن أبي كبشة ولا شأن يسوى وينادي نبي قول جهدا صلى الله عليه وسلم ولا نبي شأن يسوى وينادي إنه شأن لا يخاف حكب قيبا نبي صلى الله عليه وسلم ملك بن الأسر هير بن الأسر ودنك بغر كودا هو الرومانين تي بن الأسر وحال رنمك الرومانك رومانك مركا حكومي ويعني مضحوا هرقل فما زلت كمزهول نور أبو سفيان موقنا إن يقين سنهي بأمر رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم أمر كيس أنا حقيق سنهي أنه رسولك صلى الله عليه وسلم أنه رسولك صلى الله عليه وسلم سيظهر إنه الصوم يعني سيظهر وغالب نقن دونه ورين دونه وين يقين سنة حتى أدخل الله عليه الإسلام إلى أن يدو الشيء الإسلام لماذا إله يسوق لي مسلم بأن كان نقضا صوء إسلامه. قال الزهري وحوير فدخل هرقلو هرقلم فدعا هرقلو هرقلو وحوئيري عظماء الروم دولد الرومان ككوي أقوى ويناي أوير فجمعهم في دار قري وككلمي دار تأسول له هرغلا وسقناته فقال مركز وحوري هرغلا يا معشر الروم لمن كالرومانيين تجمع عدو ديو هل لكم أديكم أيدين سقناته في الفلاح رغبة وحج عائلة يا رغبة مكل أيدين في الفلاح الليبانتي ورشد هنونك آخر الأبد أبد كآخر كيس أدي الليبانتان ولين أدي الليبانتان مرهبتان وأن يثبت لكم ملككم ملكيين إنه أيدين سقناته مرهبتان وبغرتويدنا ولين اسكسر لحشان رومانيين هداتهن. قال الزهري وحير فحاسوا ويددن مركوس ازيري يعني وحو صود ولو جيده النبي راعه صلى الله عليه وسلم داد اللي بان دونيسان النبي راعه صلى الله عليه وسلم الزهري وحير فحاسوا وي كلا ديدن حيسه حمر الوحش دور جوكتا دميرهودا ودمر فروغي دمر فروغا ديديدي سو كلا هو دمر فروغا سي وديدان او كلا اي او كلا ياعين إلى الأبواب البابدي أكل الددان فوجدوها البابدي هلان قد غلقت حال الحريب. فقال مركز وحويري المركز الدولة دي ودما أعب صدي أصيغ نفس دي سنة خطر قشو نكي بغركي الدنيا كدورتي مركز آخرة دي يهنونكي صيغ نفتي سي بغركي الدنيا دي كرسي يسو كدورتي. فقال مركز وحويري علي أحضروا علي الدشي دي أصو حاضرية بهم أيجا إيه كانوا يرسو حاضرية فدعا بهم وأوي يري هرقل منكي دولة الرومان كجري. فقال وحوري هرغلا إني أنيقا إنما إنك لما هنا اختبرت وحان امتحاني شدتكم أدأيقين على دينكم دينتي إن إناد بالكو أدأكتيني إنك لان إذن امتحاني فقد رأيت منكم وحان إذن كأركي الذي أحببتك أنجع الله أنجع الله إناد دينتي إن الذين كان لودي كارن والذين كان ليحي كارن الله إله وان أركي فسجدوا له وكانت عادتهم السجود للملوك عادة الرومان نوحي هذا ملاحظة إنه السجودان ملاحظة السجود جن فسجدوا له وسجودا هرقل وسجودا وردوا عنه مركه وحوى اختار الدنيا على الآخرة كرسي سي وآخرتي دينتنا سو أجن وحدنا يوعديهن وحدنا إذا واضح أيهن أي كدرتي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قال تعالى إلهي وحوري لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال تعالى إلهي وحوري لن تنالوا البر وناق مقاريسا حتى تنفقوا إلى أتكبر حسان مما شيء قاسو تحبون أجعشي مالك يحولها أجعشيهن إلى أتكصدق يستان وتكبر حسان وناق الدنيا يمد آخرة مقاريسا آيات حديثك كي يمد قصصك كي يمد الشيخ نوشيقي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل وإسماعيل بن أبي ويس والمدني قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي الضلحة أنه إسحاق سمع أنس بن مالك يقول كان أبو الضلحة وهو أكثر أنسارين أنساري الروح أقبضا وها أنساري قاسوا بالمدينة في المدينة كسوغا نخلا من نخل حق تمراتك أقبضا بربضا وها أبو الضلحة وكان أحب أمواله أبو الضلحة حوله سمتك اللو قجع البدين إليه أبو الضلحة قيس اللو قجع البدين هنا بيروحاء يهد بيرت بيروحاء ليراه مالكيس وقجع الله وكانت بيرته حيد مستقبلة المسجد مسايد كمد كسهر جيدو قاب الشيء أهيد وكان رسول الله رسولك على صلى الله عليه وسلم وحوهانجري يدخلها بيرتها سمد قلة ويشرب من ماء بيانا كعبة بيها سو فيها بيرتة لحدة هذه بيها سو طيب وناكسن والنبي كعب جري صلى الله عليه وسلم. فلما منزلت مركي لسود جيي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو قام أبو الضلحة واستاقي فقال أبو الضلحة وحوري يا رسول الله رسولك إلهي إن الله يقول إلهي وحوري لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي حوله قمتك لو جعل بدنها إلي حقيقة لو جعل بدنها بيروحه وإنها بيروحنا صدقة لله لأجل الله
إلهي درتيسي صدقة إيقتهاي أرجو برها سمفل كيدان رجينا وذخرها كيد كيدان ورجينا عند الله إلهي أكتس إن كيد يعني لا يقلقه أيان رجينا فضعها لك رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم بيرتاس أن جعلها يا رسول الله رسولك إلهي حيث أراك الله ماشي إلهي كتصه إله لك رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ليبان ذلك كاس مال رايح أي مال ذاهب بالياء رواية يأي كسعته رواية يأي كسعته مال تجي وموضعه ماشي لو قلت لك قالوا كتج ماشي لو قلت لك قالي أيو كاس جرا ماشي لو قلت لك قالوا مناسب كواحد أيو تجي ذلك مال رايح مال تجي ويكاس وقد سمعت وان مغلي ما قلت هذا الكي أترنا أبو دلح وان مغلي وإني أرى أن وحان رأيينا أن تجعلها بيرت إنا ديرت في الأقربين إنا ديشو قرابة الدحلود إنا ديشو قال أبو دلح وحيري أفعل واسمينا يا رسول الله رسولك الله يو فقسمها بيرت أبو دلح واسمي وقيبي في أقاربه قرابة ديس الدحلود كقيبي وبني عمه نوا كقيبي إنا دي رديس وبيرت سيو قال عبد الله بن يوسف والتنيسي وحيري إيا وروح بن عبادة البصري عن مالك وحيكوريين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه رابح بالباي ساسي وريهم يجي إسماعيل بو حكوري مالك موت إسماعيل ومالك كوريي يجون مالك كوريين لكن لفظ قاس يكون خلافين يجوا أنت كل حديث قال فاتك له وكو وافق رابح قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال قرأت على مالك رايح كو هو وافق ساسن كو آخر قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري الذي ينتسب إلى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ أنس بن شيجر قال حدثني أبي عن ثمامة وثمامة بن عبد الله بن أنس قاضي البصرة قال لي بصروي وأولادي أنس أنس بن شيجر يسوي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس وحير فجعلها أبو طلحة بيرتي بيروحها وحير لحسان يو أبي بن كعب دتكوسي دتكاسا كمدها حسان بن ثابت أبي بن كعب وبيرتي دتكوسي كمدها وأنا أنيقو أنا سنة أقرب يانها مدلوا شبضا إليه أبو الضلحة أدلوا شبضا منهما اللبذو داس حسان يا أبي أنا أقرب ولم يجعل لي منها بيروحنا شيء وحبئي قميل ويحو كوذي قرم ما يروحوا أنا أقرب واي دتكالي وبيرتي سيوري وأقرب واهي دتك كالوسينا يي لكن أنا أقرب واي وحو رحافظك رحمه الله تعالى آيادا وحكالو كعم الفلي ابن عمر وممن عمل بالآية آيادا دتك كعم الفلي وحكم ذا يوري ابن عمر عبد الله بن عمر فروى البزار وحوري من طريقه أنه قرأها عبد الله بن عمر آيدا إنه آخريه قال وحوري فلم أجد شيئا أحب إلي من مرجانة جارية لي رومية وحان كجعلها قبل ناس أدونتها الرومية داي رومان كأدالتي أن أدونتها سان حوله يقول جعلها فقلت مركزا وحان إليوري هي حرة لوجه الله يعني فلولا أني لا أعود في شيء شيء أنا كل أبنين معها تاني شيء قصو جعلته لله إلهي درتي أنا وياه لي لتزوجتها وجرسلها مركان حريك بعد وجرسلها وح إلهي درتي يقتل يقول قصد يعني إلهي درتي أنا بحيي أيا ديدا هذا أنا أقول لابته مركان ساسي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قف البوح في رنجري مالكي سبل شيء وجه عليه الدون هالنقض بير هالنقض لعج هالنقض وجه عليه إلهي درتي وقدر بحجر لأجل الله وقدر بحجر حديث حسو أروري نبي صلى الله عليه وسلم ويري من ترك شيئا لأجل الله عوضه الله خيرا منه قفك الشيء إلهي درتي أغتها محبة وشوقا لله أغتها وحك خير بدن أي إلهي أغبت الله سبحانه وتعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا متكن باب قال تعالى إلهي خير قل وحد كتراها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نمنك يهودها وحد كتراها فأتوا لك علي بالتوراتي كتابك التوراة أمين سنتهن بلك علي فتلوها توراة أخرية إن كنتم صادقين هداتين دترون شيغيو بمعنى في الدعائها توراة شيغتين الشيغة شاشدة هدات كرون شيغيسان أو يدي أدرومي سنتهين بل لك علي مسألة أن اسكوها يسانو توراة قريسي لك علي حديث كي مركة كوي مد آيات داس أيو شيخ نو شيغ رحمه الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المدر هو الحزامي قال حدثنا أبو ضمرة وأنس بن عياض المشهور بأبي دمرة قال حدثنا مصعب بن عقبة البدري إمام في المغازي وسير عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى أنه يهودي جاءوا إلى النبي نبي ويمادين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه برجل ويمادين ننكاسوا منهم يهودا كمدة ومرأة هويني ننكاس يهوين كاسوا قد زنيا لبدو دبسك زنيستي فقال لهم مركز رسولك صلى الله عليه وسلم يهود حكيري كيف تفعلون سيديكو سميسان بمن روح روح حاسو سنا سنيستي روح حاسو منكم أدين كيدين كمدة روح سنيستي قورنا سامري محدكو سميسان
قالوا مركز وحي راهن نحممها ومدوبينا وجيسا مدوبينا ونضربهم على مدودنا وكرعناه جدل يوحسن كرعنا مقالدا وسنتسو ورسول حل يوحيالها وجيسا كمارينو وعن بارينو أيان ضربناه وكر كرعنا لكن رجمي يملها لقحين لقدلو أنه كتاب كأنه مقبي راهن توراة فقال مركز رسول صلى الله عليه وسلم لا تجدون في التوراة الرجمة توراة رجم كهيل ميسان رجم كم جرى توراة مياه فقالوا حين لا نجد فيها شيئا شيئا من الرجم ولا جدا وح رجمي أنه توراتكم أرقنا وكما هلي نو فقال اللهم عبد الله بن سلامة يهودي كوير كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين بانت شيكتين التوراة لك علي أغرية هذا ترون شيء يسام فوضع مركز وحو ساري مدراسها مدراس التوراة توراة ولاد كي دراسين جروا ولاد يهودين ولاد شيطان ويه ولاد كي يهود كي مدرس كاها أو توراة أخر جري الذي مدرس كاسو يدرسها توراة أخر جري منهم يهود حالو كمدي كفه على عشي سيوحو ساري على آية الرجم آية الرجم وقرنا آية الرجم وقرنا آية الرجم على عشي ساري وحكو الرأي هلا آخر يوحا كدن بيزي تينا ساق عنتو كوهاي فالدفق مركز وحو قد قالي أساقي مدرسكي يغراوينو آخريو ما دون يده قعنتي سوحي كسوكي وما وراءها يوحي قداشي ذا قعنت أهي وآخرنا تنو كبوديو ولا يغراو من آخرنا يو آية الرجم آية الرجم آخرنا فنزع عبد الله إلى توراد أساق يغنو كو تخصصي عبد الله بن السلام واسي بي يده قعنتي سي معنى رفع يده يالو رجل قعنتي سي وكرء قادي وذاتكي كي أو مدرسكي عن آية الرجم وكرء قادي فعنت ماشن كقادي فقال مركز سوحر عبد الله بن السلام ما هدي تنمحيت آيدنا أتقارينيس محيت فلما رأوا ذلك أرنكا مركي أركين قالوا حيران يهود هي آية الرجم فأمر بهما اللبن اسكسين يسلوا أمري فرجم أول الرجم قريبا مكانا قريبا من حيث مكان أولو موضع الجنائز جنازوين كما كوها قوغان أيوه عليها إسلانتي لبدو هذا الأحتور اللقوة هو الذي لديه النفطي أكسد عيسي أساقيا بالرحمة يدي أوقبو وكدل دعيو بغحدي وكا إلى علم شيطان نو انتو كغبو يغيها وحوكا إلى علينا الحجارة بغحدي بغحدي وإذا كينا وإسلام دي منايا لبدو ديب الرجم يأكو سعادة لبدو ديب الرجم يأكو سعادة قال الإمام البخاري رحمه بابن هذا متكن باب قال تعالى إلهي وحيرو كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنتم وحدة هيدان وحدة هاتين خير أمة أمد مد وقو خير بدن أمد داس أخرجت للناس دتك الله سوساري ما حد وقو خير بديسين أمدها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر معروف كان دتك أتفرتان حما تدن دتك أتكرفتان آية داس حديثي قصص كي يمد وشيخ نوشي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف كان شارحا أو إرشاد الساري في وحكده البيكندي سفيان وحكده سفيان الثوري وكده سفيان الثوري مرك إشكال ماشى سجله إشكال يا كجرا شارحا عيني جنوا وكرة عي سجنا عيني وسجنا واحد مدائن خلاف سنة هاي سلاس لأنه حوي هدي محمد بن كوسا مرني عيينا إنه نقض عيينا إنه نقض سلاس وابن عيينا تعرفا بخمسة أولهم مسدد لا تنسى شن اللي هو جرنجر يعني مسدد كتيبته محمد البيكندي شن تاسل اللي هو جرنجر كتيبته محمد البيكندي مرك محمد بن يوسف في ريابي سلاس كده جينا وسيدي يقوى أنا سفيان الثوري ساسو في ريابي سفيان الثوري يعني سيل لوائح دي قواعد كي رجاش الله وافجيه مركه كتبت الشراح ده أنا لبض بويس كراعين إنسان بيكندينا لقديه وكنا سفيان الثوري لقديه لكن واحد جرا إلكتروني أو رجاش أسقنا يعني لقسمه يا جرا مكتبة إلكترونية ورجاش لقسمه يي قاعدة دي وافق سنتهاي قاعدة دي أي وافق سنتهاي ومحمد بن يوسف لقديه في ريابي سفيان الثوري اللي قدوه ساس أنا قاعدة وافق صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان هو سفيان الثوري عن ميسرة وميسرة ابن عمار الكوفي وليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث هل كان حديث كتاب كله عن أبي حازم وسلمان الأشجعي محد دليل أبو ريرة إنه كورني أبو ريرة كقادم عن أبي ريرة رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال وحوي رمك أبو ريرة وحوي خير الناس ذاتك وحاقوا خير بدن للناس ذاتك وحاقوا خير بدن تأتون ذات أدلاء إيمان إيسان بهم ذاتك أدلاء إيمان إيسان في السلاسل سلسلة ذهب لحدود حالي كسو غنيهين أي أدلاء إيمان إيسان في أعناقهم
luqumahooda dhexdooda xaal silsiladuhu ay ahaadeen xoog ayaa islaamka lagu keenay lasoo qafaalay iyagoo gaalo ah xataa intii aad la imanaysaan dadkaas yadkhuluu fi lislaam ilaa islaamka marka dambe intay islaamku u macaanaado ay islaamka soo gelayaan marka dadku waasaa ugu khayr badanoo yacni waxaa ugu khayr badan dad aad keenaysaan weeye oo silsilado iyo katiinado aad yacni ku keenteen is marka mawquuf ku ah tafsiirka tafsiirka aayadda qaabka u fasiray dakara fiihi xadiisa abi hurayra fii tafsiiriha gayra marfuucin marfuucna maahi waa mawquufu waqad taqadama fii awaakhiri iljihaad min wajhin aakhar marfuucan laakiin isagoo kitaab iljihaad waxaan soo marnay sheekh isagoo marfuuca wahuu yaridu wuxuu radinaa qawla man tacaqaba albukhaariya qofkii bukhaari bushiyey oo faqaala yidhi haada mawquuf wey laa macna liidkhaalihi fi lmusnad mawquufi muxuu musnadka usoo dhex geliyey dadku bushiyey qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacala baabun haada mid kani baabu baabun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi id hama طaa'ifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhumaa id waqti xasuusta hama طaa'ifataani laba jamaaco ay hamiyeen labadaa jamaaco minkum idin ka mid a an tafshala inay fulayoobaan oo dagaalka ay ka baxaan oo dagaalkii uxudeen ay hamiyeen wallaahu waliyuhumaa ilaahaase weligooda ahaayo ilaaha u heelinaya oo u gargaaraya labadaa jamaaco آيات حديث قصص كويمي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله والمديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عمرو الشيخ سي عمرو بن دينار المكي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول فينا دحدنا إن نزلت كسو دكت إذ هم طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما آيات سنقى بكسو نقسو دكتو يرو قال مركز وحويري جابر بن عبد الله نحن الطائفتان لماذا جماعوا آيات الشيخ waaba annagaba banu xaaritha iyo banu salima annagana laka wadaahu yidhi wamaa nuxibu annaguna ma jeclin waqaala sufyaan mara wuxuu yidhi wamaa yasurunii aniga ifarax geli maayo haddaan ahay jaabir ibni cabdillaahi annahaa aayaddan lam tunzal inaan la soo deji lahayn ma ifarax gelinayso inaan la soo dejin lahayn ifarax gelin in la soo dejiyaaba ifarax gelinaysa aayadda oo maxaa ifarax gelinaya waa liqowlillaahi tacaala liajli qowlillaahi tacaala wallaahu waliyuhumaadaasan shinsanaa huyir ilaahay ma dhihin wallaahu waliyuhumaa soo ilaahay ma dhihin labada daa'ifoo hamisay dagaalka inay ka baxaan dhinacaas ha ka fiirina waxaad ka fiirisaa wallahi waliyuhumaa fiir aad dhinaca eedda ha ka fiirin wallahi waliyuhumaa ka fiirin dhinacaaska wallahi waliyuhumaa yacni yaa dhammayn kara nicmadeeda iyo barwaaqada laga helayo wilaayatullah ilaahay hadduu kira anaa weli ku ah waa wilaaya khaasa qaala alimam albukhaari raximah allahu tacala baabun hada mid kale baabu maabu qaala tacala ilahi wuxuu yihi laysa laka min alamri shay-un aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa innahum dhaalimuun qaala tacaala ilahi wuxuu yihi laysa laka adiga kuma sugnaanin nabiyullahi maxamed sala allahu calayhi wasalam min alamri ay min ashani dhibankan dagaalkii uxud dhibaatada idin geystay oo gaalada ah shanigooda iyo xukunkooda in laga toobada aqbalo iyo in la cadaabo shay-un shay adiga kaagama sugnaanin nabiyullahi maxamed sala allahu calayhi wasalam aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa innahum daalimuun labadaba ilaahay iskalo inuu ka toobada aqbalo ama ilaahay inuu gaalnimada ku dilo sidaasna ilaahay uu ku ciqaabo aayadda axaadiista qisaska ku yimid qaala alimam albukhaari raximah allahu tacala xadathanaa xibaanu bnu muusa walmarwazi qaala akhbarana cabdullah cabdullah mubaarak almarwazi qaala akhbarana macmur macmur bnu raashid almasri can azuhriyi qaala zuhri wuxuu yihi xadathanii saalimun can abiihi annahu samica rasuula allah sala allahu wasalam wabaraka calayh idaa rafaca ra'sahu min arukuuc rasuulku sala allahu calayhi wasalam madaxiisa hadduu rukuuca ka soo kor yeelo fi ragcati alaakhira ragcada ugu dambaysa ragcadaasoo min alfajri fajarka ka mid a yaquulu wuxuu dhihi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam allahuma alcan fulaanan wa fulaanan wa fulaana ilaahu hebel iyo hebel iyo hebel ilaahu lacnat saasuu dhihi jiray nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiiskaa isagoo yacni hore waxaan usoo qaadanay la magacaabay dadka nabigu habaarayay sala allahu calayhi wasalam oo waxay ahaayeen safwaan bnu umaya iyo suhayl bnu camrin iyo camr bnu alcaas kulligoodna waa soo wada islaameen marka aayaddu soo degayso markaas weeyo laysa laka min alamri shay-un aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa innahum daalimuun oo la yidhi habaarka jooji nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaahaba soo hanuuninaya dadkaasi jooji la yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam idaa rafaca ra'sahu min arukuuci fi ragcati alaakhira min alfajri yaquulu nabigu wuxuu dhahayo sala allahu calayhi wasalam waa dagaalkii uxud ka bacdi dhibaatadii dhacday allahuma alcan fulaanan wa fulaanan wa fulaana ilaahu lacnat bacda maa yaquulu bacda qowlihi dhihiddiisa ka bacdiyuu nabigu sala allahu calayhi wasalama uu lacnadaas samaynayo samica allahu liman xamidahu rabbana walaka alxamdu markuu yihi fa anzala allahu ilahi wuxuu soo dejiyey laysa laka min alamri shay-un ilaa qowlihi tacaala fa innahum dhaalimuun qaala albukhaariyu raximahu allahu tacaala rawaahu xadiiska waxaa wariyey isxaaqu bnu raashidin huwa alxaraani can azuhriyi wuxuu yihi marka sheekhu qowluhu fulaanan wa fulaanan wa fulaanan taqadama tasmiyatuhum nimankan magacaabidooda waa noo soo hormartay fii ghaswati uxud
هل كان كوسا مرني غزوة أحد من رواية مرسلة أوردها المصنف عقب هذا الحديث بعينه عن حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه حبار جري على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت آياتنا سود اختبرك. وأخرج أحمد والترمذي هذا الحديث موصولا من رواية عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه فسماهم وزاد في آخر الحديث فتيب عليهم كلهم ولقته بالأقبال كل قد هو النبي صلى الله عليه وسلم بارك وحكمة إلهي ويري ليس لك من الأمر الشيء إلهي ويري سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل هو تبوذكي البصري قال حدثنا إبراهيم بن سعد الذي ينتسب إلى عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المصيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اللولج إلهي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسولك صلى الله عليه وسلم وحاجري إذا أراد هدود دون أن يدعو على أحد أحد إنه هبارة أو يدعو لأحد أما أحد ودعيه قنطة بعد الركوع ركوعك بعد قنود جري رسول صلى الله عليه وسلم فربما وحل أركا قال رسول صلى الله عليه وسلم إنه يرى إذا قال هدو يراه سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنجي إنه يراه دعي كرتي مرك غار اللهم أنجي الوليد بن الوليد إله وليد بن الوليد إله سوبت باد وسلمة بن هشام إله سوبت باد وعياش بن أبي ربيعة إله سوبت باد والمستضعفين في مكة وضدك مكة وحيري ولدي لي إني حليلان نبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وقال المدينة المنورة إني أسوه هجرودان ضدك الضعيف سنة يهلك وحيري اللهم اشدد وضعتك إله عقوبة ضدك أتك على مضر إله قبيلك مضر عقوبة ضد إله أتك واجعلها إله سندا أغيال سنين سنوين بضن أبارا أغيال وكسني يوسف كسني قوم يوسف قومك النبي الله يوسف سنوينك أباريه صومر وكلا إله قدك يجهر بذلك الدعاء هبارك أسنا ولا جهر أي نبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وكان وحى رسول صلى الله عليه وسلم يقول مديرا في بعض صلاته صلاة سقارك دوح كله جرى في صلاة الفجر صلاة فجر حنك بدلنا في بعض صلاته في بعض صلاته وحكولها هي في صلاة الفجر وحكولها هي رسول صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا إله هب لي هب لله لعنة لأحياء قبيله نبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي لأحياء مرك قارن قبيله نبي مجعب جري صلى الله عليه وسلم قبيلها سو من العرب عربته كمذا حتى أنزل الله إلى إله أسود جيي ليس لك من الأمر شيء الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله تعالى هذا متكن باب قوله تعالى والرسول يدعوكم في أخراكم. قال تعالى إله إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. قال تعالى إله إذ وقت حسوسة تسعدون أتقيسن ودقالك أتكب حيسن أو ولا تلوون أذنان كل حنين على أحد عدنا قفل بالنفتي سيئو وبقييو والحال قفنا أذنان كل حنين الرسول رسولكنا صلى الله عليه وسلم يدعوكم وإذن ياريي في أخراكم كذاش إن وإذن كغيري إلي يا عباد الله ونبي قد وريك علي الضمة إلهي صلى الله عليه وسلم ودقالك أحدو دقالك أحدو آياته كشيكين آيات سوحي كوي مدو قصص إيا حاديث أي الشيخ النشيق رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحويري وهو لفظيا في أخراكم وهيستاهد لفظيا أخراكم وتأنيث آخركم آخركم أولا الدقيقة آخركم ومذكر أخراكم ومؤنث أي أولاد ما شاس لكن شيخ علماء قاركودنا وكب الشيان وكو اعتراضين حق اللغة أي اللغة اعتراضه وحاليري أريقا أخرى وفعلا فعل مركب مذكر كذا محوها أفعل سيدا أحسن حسنا أوكله أحسن حسنا يعني أفعل تأنيث كيس حقوق إبنا فعل آخر وهاي لليه مذكر كذا سيدا سواب كنوا بس سيدا أسمع آخر ومذكر كواها مؤنث كي محونا قنا فعل أو أخرى ساسوي حق اللغة هان سيدا سواب كاهد ساسوي سواب قادم تكلم ولذلك مركب حافظكم حليه قوله باب قوله تعالى والرسول يدعوكم في أخراكم وهو تأنيث آخركم كذا وقع فيه ساسا بخاري كل راعي وهو تابع لأبي عبيدة صاحب المجاز وهي كتاب المجاز شيخ إسكالاي كل راعي فإنه قال السجيري أبو عبيدة وحير أخراكم آخركم وفيه النظر لأن أخرى وتأنيث آخرة وبفتح الخائعة هذا سواء كساسه تأنيث آخره بفتح الخاء لا كسرها مي وقد حكى الفراء وحشي أن من العرب من يقول في أخراتكم بزيادة المؤنثات ساس بزيادة المثنات وتاء زيادة أخراتكم قال يراه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال ابن عباس عبد الله بن عباس وحيري
في تفسير قوله تعالى وحكمه إحدى الحسنيين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين قل هل تربصون بنا من نجسوا جيسان النجا هذا قال ذي تهين إلا إحدى الحسنيين لبوا وناك بدن مدود مهنة لبوا أحرم الله لبوا وخير نوجير مدود نجسوا جيسان لبوا أحرم الله محل رجدا فتحا أو شهادة النصر جو إلهي فتح النصر إلهي النجوري أما إن شهادة نقنا لبوا سن هلين ردان هذي مرك أيضا أو سورة توبة كجرتها محو الشيخ رحمه الله تعالى أسر دحق لي لا نجو هذا وحنودني على عمران تفسير كذي أيام كل حجرني محو أسر دحق لي سابت أسر دحق لي ولا جدد وحوي بمعنى أيضا أن صامرنا وحكش كينا يصير غزوة أحد غزوة أحد مرك وحل الوجه لي وشهادة ديو شهادة دي إحدى الحسنيين تي أي غزوة أحد الوجه لي وهي الشهادة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد عمرو بن خالد هو الجزري قال حدثنا زهير وزهير بن معاوية الكوفي قال حدثنا أبو إسحاق هو السبيعي قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال وحول السحابي جعل النبي نبي صلى الله عليه وسلم وحو يالي على الرجالة كوي اللقليدة هاي اللقطة كنت قال يوم أحد وحو يالي عبد الله بن جبير ودشه دي المعنى الرئيس وقال لقيم إن كاسو الرئيس وقال عبد الله بن جبير وأقبلوا وقابلين صحابتي منهزمين حال مركي وهراء أي جبين فذاك وقت قاس إذ وقت قيوة يدعوهم نبي صلى الله عليه وسلم صحابة الرسول رسولك ويري في أخراهم كذا ويري ولم يبقى مع النبي نبي معي صلى الله عليه وسلم كما باغنون غير 12 رجلا لبا يتبن ما هنه وحكلوا النبي كهاري صلى الله عليه وسلم يسنجرون قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا مثل باب باب قال تعالى إله وحير أمنة نعاسة ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية قال تعالى إلهي وحير ثم أنزل عليكم إلهي دش نحوكس ودجي من بعد الغم مركتي إذن قبطي ودقالك أحد دقالك أحد مركتي إذن قبطي كبعد إلهي وحير سودجي أمنة لأجل أمنة أما أنجلين درتت إلهي قلبي وما أقولي إلهي قلبي أدسن إلهي إذن كسو دجي للمو يهرد هرد إلهي إذن كسو هرد دون هذا هو النعم كويسة هذه الهردوت وحبضنا تكرر حي السنة كربدي مرك إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامي مركتي يا كربدي والبهار كي دقال كي وحوت هو رنقف كل الميوني في مواقف المعركة يدو معركة الجو والعلينيس قفز كل الميوني أنت إلهي أنحريستي قفكاس وقلبي يس إلهي أدجيه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب هو البغدادي قال حدثنا حسين بن محمد وحسين المعلم المؤدب قال حدثنا شيبان وشيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة قتادة بن الدعامة السدوسي التابعي الضرير قال حدثنا أنس أن أبا ضلحة قال وحير أبو ضلحة غشينا وحنا الضبولو يري أن عاسو فردؤي أن الضبول شيء والحال نحن أنه في مصافنا صففي ألكني أن كل حجرنه يوم أحد أيها هردد أسنى الدبوش ما لين تيحدو قال وحور أبو ضلحة فجعل سيفي سيفكي وحو قد قال يسغد من يديك عن تيدين ومرك دعو وأخذه أن هدن سوقاته ويسغد أور دعو وأخذه أن سوقاته قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله تعالى الله سبحانه وتعالى